السلام عليكم ورحمة الله. متواصل لمؤسسة طفل الماس، قارئ الباركود موديل TA231. ده قارئ باركود وايرلس. طبعا القارئ بيجي بالشكل ده كده، وبيجي معاه كابل منفصل. الكابل ده كابل USB، ده اللي بنتم بيه شحن القارئ الباركود عن طريق USB بتاع الجهاز. طبعا القارئ الباركود بيدعم معانا قراءة الباركود الـ1D والـ2D، تمام. برضو سريع جدا بالقراءة. هنعمل تيست، تمام. برضو هنا ولو جربنا كده، وبيقرا برضو الـ2D بصوت، وسريع جدا بالقراءة حتى من على شاشات الجوالات زي كده. وكمان القارئ بيدعم القراءة على مسافة في الأماكن المفتوحة توصل لمسافة حوالي 15 متر، وفي الأماكن المقفولة لو في جدران أو حوائط ممكن لحد 10 متر، تمام. متوفر لدى مؤسسة طيف الأناس التجارية الكميات بالنسبة للجملة وبالنسبة للمفرق، وشكرا.